الستيك هولدر او المؤثرين في المشروع ممكن يأثروا على شغل البيم ويوقفوه، تمام؟ فلازم نكون كاتبينهم وعارفينهم وعارفين درجة تأثيرهم على الشغل بتاع البيم. ممكن المهندس مثلا رئيس قسم مش عاجبه الشغل فيروح عامل اي طريقة بحيث ان احنا نشتغل كاد وما نشتغلش بيم لاي سبب من الاسباب. فلازم نبقى عارفين مين هم الستيك هولدر، مين هم المؤثرين على الشغل بتاعنا، مين اللي ممكن يوقفوا الشغل سواء مشروع او بيم. فبنبدأ نقول ان احنا عندنا بيم يوزرز اللي هم الناس اللي شغالة في البيم، معماري وانشائي وكهروميكانيكال واي حد شغال في الموديل بنفسه ليه صلاحية التعديل على الموديل. وفي ناس بره المشروع، ممكن المالك، ممكن الجيران، ممكن حقوق الناس اللي هم حقوق العمال، ممكن الميديا. بنلاقي اننا دي الناس الاساسيين اللي شغالين في البيم يوزر، ودول الناس اللي هم مؤثرين. في ناس تأثيرهم كبير جدا زي المالك طبعا، زي الحكومة. في ناس مؤثرين تأثير قليل او غير مباشر زي الجيران، ممكن يرفع عليه مثلا المبنى بتاعك، عامل مشكلة من المبنى بتاعه او بيرمي ظل بطريقة القوانين مش موافق عليها فيخلي الارتفاع بتاعك ما يزيدش عن حاجة معينة. وفي ناس زي الميديا وزي الإعلام ممكن تأثر على المشروع بتاعك، ممكن السبلايرز. فلازم نكون كاتبين عاملين ملف من أول المشروع بمين هم الستيك هولدر اللي ممكن يأثروا علينا، ومين هم اللي معانا في قلب الشركة أو مؤثرين. وفي ناس ممكن يكونوا مؤثرين من بره بس ليهم درجة قوية من التأثير، فلازم نكون نعرفهم على أساس ما نفوجئش بمشاكل بعد كده، تمام؟ في بعض الناس بيكون ليه قوة، عنده قوة، تمام؟ وفي ناس بيبقى القوة بتاعتهم قليلة، وفي ناس بيبقى عنده اهتمام بالمشروع، وممكن يكون هو عنده اهتمام ومش قوي، وممكن يكون عنده اهتمام وقوي. فانا ببدأ اشوف لو واحد مهتم بالمشروع وقوي لازم ما اخدش اي قرار من غير ما اقعد معاه وابقى عارف. ويعني مثلا الحكومة مثلا قبل ما اعمل اي حاجة لازم ارجع القوانين بتاعتها واشوفها متوافقة مع الشغل بتاعي ولا في اي مشاكل. ممكن يكون هو قوي بس مش مهتم، فمجرد بس ان انا ابعت له فورورد للمعلومات بحيث ما نصدمش واشوف ايه الحاجات اللي هو عايزها واعملها، لان هو ممكن يقفل المشروع بس هو مش في دماغه، مش مهتم بالموضوع. في ممكن واحد يكون مش قوي بس مهتم، خليه على اطلاع على الموضوع. في واحد لا هو قوي ولا مهتم، فببقى بس ايه يعني ما بدوش الاهميه في كل حاجه، بس ببقى لو عنده اي اعتراض بقعد معاه واشوف الاعتراض بتاعته ايه، ويبقى عنده معلومات بالحاجه اللي احنا بنعملها. في فوائد كتيرة من العميل يكون بيدعمنا، ده هيدينا قوة وهيدينا يعني مش هنا كل شوية هناخد قرار وبعد كده نرجع له. فلو هو الكلاينت نفسه بيدعمنا أو الراجل اللي هو ليه قدرة كبيرة على اتخاذ القرار، ده هيقلل من مشاكل المشروع وهيخلي المشروع يمشي بطريقة أفضل وهيسهل الشغل بتاعنا وهيعمل مرونة في الشغل. لو انت مع الكلاينت مطلع وموافق على الشغل بتاعك، ولو انت عارف تكسبه في صفك وتقنعه بالشغل بتاعك، ده هيسهل لك كتير قوي، وده هيعمل لك مزايا كتيرة جدا وهيقلل لك يعني انتوا الاثنين هتستفادوا لما انتوا الاثنين تكونوا على نفس الرؤية وعلى نفس المعرفة. ده هيسهل الشغل كتير جدا وهيسهل المشاكل وهيسهل ان ما تجيش بعد شوية يحصل تعديلات، لا ما دام هو شاف المشروع وبيعدل انت هتستفاد وهو هيستفاد من الشغل بتاعك. فموضوع الستيك هولدر مهم جدا لازم نهتم بيه طول ما احنا شغالين على اساس ما يحصلش اي مشاكل في المشروع.